إيدن هازارد من مواليد 7 يناير عام 1991، هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب حاليا لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2012، ويلعب في المنتخب البلجيكي في مركز الوسط المهاجم، كما يجيد اللعب في مركز الجناح. قام بالتوقيع لنادي تشيلسي في فترة الانتقالات للموسم 2012-2013، وقدرت قيمة الصفقة ب 32 مليون جنيه استرليني، يعتبر ثاني أغلى لاعب يوقع لنادي تشيلسي بعد فرناندو توريس. حصل على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2013-2014. انتقل هازارد من توبيزي البرتغالي إلى ليل الفرنسي عام 2005 في أول خطواته الاحترافية، وبعد عامين في فريق الرديف وصل النجم البلجيكي إلى الفريق الأول، وخاض في موسمه الأول 4 مباريات فقط. في الموسم التالي زاد عدد مشاركات هازارد مع فريقه، وتمكن من المساهمة في 10 أهداف، كما سجل حضوره الأول مع المنتخب البلجيكي ليصبح 8 أصغر لاعب في تاريخ المنتخب. مساهمة هازارد تضاعفت وقاد فريقه لإحراز ثنائية الدوري والكأس، وقدم كل ما لديه في موسمه الأخير مع ليل ليفاجئ الجميع في نهاية الموسم وينتقل إلى عرين رومان إبراموفيتش الذي دفع 53 مليون دولار ثمنا لخدماته. نجح هازارد بإقناع إنجلترا في موسمه الثاني أنه أفضل لاعب شاب ليتوج نفسه الأفضل في إنجلترا لهذا الموسم. عاصر هازارد في تشيلسي 3 مدربين هم الإيطالي دي ماتيو والإسباني رافائيل بينيتيز وأخيرا مورينيو، وكان ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لدى الثلاثة، ليتمكن حتى الآن من خوض 156 مباراة مسجلا 48 هدفا وصانعا 46، فيما توج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.